صراحة يعني أشوف هذه الأشياء اللي ستقوم فيها جمعية ترميم نواحي إنسانية كثيرة، ويسعد القلب ويدخل البهجة والسرور على أي إنسان يجي ويشوف الموقع هذا والأشياء اللي يسوونها في سبيل بناء الإنسان. اللي أنجزناه بهالأربع سنوات مش بس بيساعد بجمعية ترميم لتعطي المنازل للناس المحتاجة، بس برضو لمساعدة المقاولين يلي نحن طلقنا بالبرنامج الجديد لحتى ينمو ويكبروا. هذه الشراكة بدأت لتستمر ولله الحمد، وإن شاء الله أن نشوف ثمارها وانعكاسها على المستفيدين في المستقبل القادم إن شاء الله.